توالت ردود الفعل المرحبة بقرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر بعد الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية القطرية. فقد رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار، ونوهت وزارة الخارجية السعودية بهذه الخطوة الإيجابية التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة. كما رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة العلاقات الدبلوماسية البحرينية القطرية. وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات إن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس، بما يعود بالخير على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة. بدورها أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا الاتفاق يجسد أواصر الود والتآخي ولم الشمل، وخطوة لتعزيز لحمة دول مجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرته المباركة. كما رحبت سلطنة عمان بالاتفاق البحريني القطري بشان إعادة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة على أن هذه الخطوة تدعم وتعزز التعاون بين الأشقاء والعمل الخليجي المشترك بما يعود بالمنفعة على الجميع في المنطقة. ومن جانبه أكد الأردن أن هذا الاتفاق يعزز جهود التعاون بين الدول العربية ويفعل العمل العربي المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن هذه الخطوة تمثل إنجازا كبيرا يعزز التضامن الخليجي والعربي. كما أكدت جمهورية مصر العربية دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وتجاوز أي تحديات قد تعتريها، مثنية على ما يمثله الاتفاق من تطور إيجابي هام على صعيد دفع العمل العربي المشترك وتأكيد وحدة الصف العربي. من جانبها رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بالاتفاق، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة الإيجابية التي ستسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات دول وشعوب المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، واصفا إياه بالخطوة المباركة التي تجسد الحرص على مستقبل وكيان مجلس التعاون ودعما لمسيرته المباركة. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هذا الاتفاق خطوة إيجابية ومهمة تعكس النهج الأفضل في إدارة العلاقات العربية القائمة على الحوار والتفاهم. بدوره رحب البرلمان العربي بالقرار، وأكد في بيان له أن هذه الخطوة الإيجابية تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك والذي يتطلب مزيدا من التكاتف في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز وحدة الصف العربي. كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة من شأنها تدعيم أسس الاستقرار في المنطقة، منوها بدور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار والازدهار. هذا ورحبت وزارة الخارجية الروسية بعودة العلاقات بين البحرين وقطر، مؤكدة أن عودة العلاقات ستساهم في تحسين الأوضاع في المنطقة وتكوين جو من الثقة والتعاون المتبادل.